ايت بديستما از الفلاون از قسمينو ستدوسي تومرت تدرتي غودان اي مزيغن اي نغلان. الفيديو ديال اليوم بغيت نشكركم وبغيت نطمئنكم على بابا، راه بخير الحمد لله، صحته مزيانه وراه كاين في الدار، غير مازال في يعني فتره نقاهه اللي خصو يرتاح فيها، خصوصا انه يعني المرض ما دازش عليه سهل. عذبوا 4 ايام الاولى فاش تزيرو مشى للكلينيك، كان في الانعاش المده ديال 4 ايام. كنا كنسول الاطباء شنو بيه، كانوا كيقولوا لنا حنا كنديروا جهدنا، دعواتكم ادعيوا معاه. صبرت حتى عييت وقررت اني نبارطاجي معكم التصويره اللي صورته في النهار الثاني ديال الانعاش باش تدعيوا معاه، والحمد لله ربي ما خيبناش، استجب لدعواتنا ودعواتكم. الاطباء كانوا حيرين، ما عرفوش شنو السبب ديال ضيق التنفس اللي عنده، داروا ليه 3 ديال لي تيست تقريبا ديال الكوفيد، والحمد لله كان خالي 100% من الفيروس. ومن بعد بداو يعني كيقلبوا عاوتاني، داروا ليه لي سكانير وداروا ليه شي راديوات باش يعرفوا اشنو السبب ديال داك ضيق التنفس اللي كان غادي يقتلو، يعني صارع الموت في ديك الفتره. الموت كانت كتجر وهو متشبت بالحياه من جهه واحده اخرى، والحمد لله لقاو السبب ديال هذاك المرض وحتى العلاج والتعالج ولا بخير. وبغيت نشكركم بزاف لان بفضل الله سبحانه وتعالى وبالمجهود ديال الاطر الطبيه طبعا وبالدعوات ديالكم راه بخير، وما تخيلوش قداش يعني الوتيره باش برا، يعني كانت سريعه بزاف من مورا ما حطيت البوست وديتو كدعيو معاه، وحتى المسانده ديالكم فرحتنا بزاف، وحتى هي خلاته انه يتشجع اكثر واكثر، وانه يعني يكون عنده واحد الامل، وهو اصلا عنده واحد الامل، واحد التفاؤل هو اللي خلاه يبرى بهذه السرعه هذه. شكرا لكم بزاف بزاف بزاف، وان شاء الله يا ربي في الفيديو الجاي غادي نشرح لكم بالتفصيل يعني شنو كان عنده والسبب ديال هذاك المرض، لانه سبب بسيط بسيط ما تخيلوش قداش بسيط، ولكن العواقب ديالو وخيمه، يقدر يؤدي بكم للموت، واي واحد فينا ممكن انه يوقع في نفس الحاله. الله يستر، الله يحميكم من كل شر وما يوريكم بس، ولكن غادي نهضر لكم بالتفصيل على هذا الامر هذا باش نستافدوا مجموعين. ومره اخرى شكرا لكم بزاف بزاف بزاف، تحياتي لكم، خليتكم فرحت الله.